ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عام في هذه المناسبة يشتد الحوار بين أطراف المسلمين، ما حكم الاحتفال بعيد المولد؟ أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يزداد إيماننا بهذا الدين وبهذا النبي الكريم حينما نسمع أخلاقه العلية وشمائله الرضية وسيرته الفذة، وهو سيد ولد آدم ولا فخر. الدليل الأول: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والدليل الثاني: أم لم يعرفوا رسولهم؟ والله سبحانه وتعالى يحضنا على معرفة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة الكرام، أن تجمع الناس في بيتك أو أن تجمعهم في مسجد، وأن تأتي بإنسان تثق بعلمه وإخلاصه، وأن يحدث الناس عن هذا النبي الكريم وعن شمائله وعن أخلاقه وعن منهجه وعن أنه سيد ولد آدم وعن أنه مبعوث العناية الإلهية وعن أنه رحمة مهداة ونعمة مزجاة، هذا ضمن الدعوة إلى الله، هذا يندرج تحت أساليب الدعوة إلى الله، هذا يندرج تحت تعريف الناس بهذا النبي الكريم وكلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أن تجمع الناس في كل أوقات العام من دون استثناء وفي أي مكان، في بيت أو في مسجد، وأن تحدثهم عن سيد الأنام وأن تقدم لهم بعض الطعام، هذا من ضمن حقيقة هذا الدين، من ضمن الدعوة إلى سيد المرسلين، من ضمن العمل الصالح. وما من عمل أعظم عند الله من كلمة طيبة. أيها الإخوة الكرام، لكنك إذا قلت إن الاحتفال بعيد المولد عبادة فهو بدعة، إن عددته عبادة فهو بدعة، وإن عددته نشاطاً دعوياً يندرج تحت الدعوة إلى الله وتعريف الناس برسول الله فهذا شيء آخر لا يؤخذ عليه شيء. أيها الإخوة، ولا سيما في هذا العصر، ولا سيما في هذه السنوات الأخيرة حيث عمت القسوة والوحشية وعم الحقد والضغينة بين بني البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إنساناً بكل معاني هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام نراه الإنسان الحاني الرحيم الذي لا تفلت من قلبه الذكي شاردة من آلام الناس وأمالهم إلا لباها ورعاها وأعطاها من ذات نفسه كل اهتمام وتأييد. نرى فيه الإنسان الذي يكتب إلى ملوك الأرض طالبا إليهم أن ينبذوا غرورهم الباطل ثم يصغي في حفاوة ورضا إلى أعرابي حافي القدمين يقول له في جهالة: اعدل يا محمد فليس المال مالك ولا مال أبيك. نرى فيه العابد الأواب الذي يقف في صلاته يتلو سورا طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا يقايض عليها بملء الأرض تيجانا وذهبا، ثم لا يلبث أن يسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفه في المسجد فيضحي بغبطته الكبرى وحبوره الجياش وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع الذي كان يبكي وينادي أمه ببكائه. نرى فيه الإنسان
الذي وقف أمام جميع من شنوا عليه الحرب والبغضاء، وقفوا أمامه صاغرين ومثلوا بجثمان عمه الشهيد حمزة ومضغوا كبده في وحشية ضارية، فيقول لهم وهو القادر على أن يهلكهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نرى فيه الإنسان الذي يجمع الحطب لأصحابه في بعض أسفارهم ليستوقدوه ناراً تنضج لهم الطعام ويرفض أن يتميز عليهم. نرى فيه الإنسان الذي يرتجف حين يبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق. نرى فيه الإنسان وهو في أعلى درجات القوة يقف بين الناس خصيباً ويقول: من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتد منه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. أيها الإخوة الأحباب، من ومضات رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: أنا رحمة مهداة. وروى عن ربه الحديث القدسي: عبادي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد المؤمنين إلى التزام الرحمة فقال لهم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة خير من الإفراط في العبادة، فقد خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ موضعاً يدعى كراع الغنيم فصام، وصام الناس، ولما رأى بعض الناس قد شق عليهم الصيام بسبب وعثاء السفر دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فلما قيل له: إن بعض الناس لا يزال صائما، قال: أولئك العصاة. رجل يسرع الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغشاه فرح كبير، تغمره الفرحة العارمة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة معه وعلى الجهاد في سبيل الله تحت رايته. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبواك؟ يقول: تركتهما. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ترك أبويه يبكيان لفراقه، فرفع النبي قيمة بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، إن بسمة تعلو شفة أب حنون وتكسو وجه أم متلهفة لا تقدر عند النبي صلى الله عليه وسلم بثمن، حتى حينما يكون الثمن جهادا في سبيل الله. هؤلاء المساكين الذين تسوقهم ضرورات العيش إلى الدين ثم تعجزهم ضحالة الدخل عن السداد، يعانون من أجل الديون هم الليل وذل النهار، هؤلاء يأس النبي جراحهم. إنه لا يملك إلا أن يقول للدائن: تنازل عن حقك، فمحمد صلى الله عليه وسلم خير من يصون الحقوق، لكنه يهب الدائن شفاعته وقلبه وحبه إذا هو أرجى مدينه وصبر عليه حتى تحين ساعة فرج قريب. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فوق الفضائل الإنسانية كلها، فيجعل كل عمل رحيم عبادة من أزكى العبادات.
فعند النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا الرحيمة التي نزديها للآخرين إنما يراها الله قربات توجه إليه. فإذا زرت مريضا فأنت إنما تزور الله، وإذا أطعمت جائعا فكأنما تطعم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أيها الإخوة الكرام، رأى النبي أماً تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ ورحمة بالغة، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال أصحابه: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أيها الإخوة، ذات يوم تقدم منه أعرابي في غلظة وجفوة وسأله مزيدا من العطاء وقال: اعدل يا محمد. ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول: ويحك يا أعرابي، من يعدل إن لم أعدل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الطمأنينة التي دفعت هذا الأعرابي إلى هذا الموقف المسرف في الجرأة، هذه الطمأنينة وحدها تصور عدل محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هذا الأعرابي قادرا على أن يقول مقالته تلك لو كان محمد صلى الله عليه وسلم أقام بينه وبين الناس حجبا وبث في نفوسهم الخشية والرهبة. لكن هذا النبي الكريم حطم كل معالم التمايز بينه وبين الناس، وحينما دخل عليه رجل غريب يختلج بل يرتجف من هيبته استدناه وربط على كتفه في حنان وفرط تواضع وقال له قولته الشهيرة: هون عليك، إني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. أيها الإخوة الأحباب، لقد هيأ النبي صلى الله عليه وسلم تفوقه ليكون واحدا فوق الجميع، فعاش واحدا بين الجميع. يسأله أعرابي يوما في بداوة جافة: يا محمد، هل هذا المال مال الله أم مال أبيك؟ ويبتدره عمر يريد أن يؤنبه، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة. لذلك انطلاقا من قيم العدل التي آمن بها صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، يبين عليه الصلاة والسلام ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وإن زوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وإنما أهلك الله من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الله من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن إنسانا أيها الإخوة بطلاقة لسانه وقوة حجته ينتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكما ولم يكن محقا فيه لا ينجو من عذاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه
فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا عن رحمته، فماذا عن محبته صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام محب ودود، أطاع الله كثيرا لأنه أحبه كثيرا، بر بالناس كثيرا لأنه أحبهم كثيرا، أحب عظائم الأمور ترك سفاسفها ودنياها، أحب عظائم الأمور ومارسها في شغف عظيم، ممارسة حب مفطور لا ممارسة مكلف مأمور. لقد سجد وأطال السجود، وسمع وجيب قلبه ونشيج تضرعه وبكائه، لأنه في غمرة شوق جارف ومحبة أخاذة، كان ينتظر الصلاة على شوق، فإذا دخل وقتها قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها لا أرحنا منها. هذا هو الفرق بين الحب والواجب. ذات يوم كان في الطائف يدعو قومها إلى الله عز وجل، فقابلوه بالتكذيب والسخرية والإيذاء، أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى حائط، رفع رأسه إلى السماء وناجى ربه فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أي إنه لا يخشى العذاب والألم إلا إذا كان تعبيرا عن تخلي الله عنه. ثم أدرك صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمحب الصادق أن يشغله استعذاب التضحية عن رجاء العافية فيستدرك ويقول: لكن عافيتك أوسع لي. ذات يوم أقبل على محمد صلى الله عليه وسلم رجل فظ غليظ لم يكن رآه من قبل، غير أنه سمع أن محمدا يسب آلهة قريش، فحمل سيفه وأقسم بالله ليسوين حسابه مع محمد، ودخل عليه وبدأ حديثه عاصفا مزمجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وتنطلق مع بسماته أطياف نور آسر. وما هي إلا لحظات حتى انقلب المغيظ المتجهم محبا يكاد من فرط الوجد والحياء يذوب، وانكفأ على يدي محمد صلى الله عليه وسلم يقبلهما ودموعه تنحدر غزيرة، ولما أفاق قال: يا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. ما الذي حدث؟ لقد أحب محمد الرجل، فخر جبروت هذا الرجل صريع حب وديع. قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفتوح دائما لكل الناس، الأصدقاء والأعداء. وحينما اقترب هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسته شعاعة من فيض قلبه الكبير. معذورة قريش حينما لم تدرك هذا السر، فقالت: إن محمدا لساحر. من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الحب: والذي نفس محمد بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، وإذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث، فإن ذلك يحزنه، ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وكفى إثما ألا تزال مخاصما، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا. وشرار الخلق هم الذين لا يوقلون عثرة، ولا يقبلون معذرة، ولا يغفرون ذنبا. صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. أيها الإخوة الكرام، هكذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت رحمته. إليكم هذه القصة: جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة
تصور مودة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورفقه بهم واهتمامه بمشكلاتهم وتواضعه ومؤانسته لهم. فعن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي أي تسبقني، وجعلت أتخلف لأن جمله ضعيف، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخه. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله. أعطني هذه العصا من يدك. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخس بها الجمل نخسات، أي وخزه بها وخزات، ثم قال: اركب. فركبت فانطلق جملي، والذي بعث محمدا بالحق، صار جملي يجاري ناقة رسول الله. وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، أتبيعني جملك هذا؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قلت: فسمني به. قال: أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يداعبه. قال: درهم قليل. قال: فبدرهمين. قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن حتى بلغ الأوقية، فقلت: قد رضيت. قال: قد رضيت؟ قلت: نعم. قال: هو لك. قال: قد أخذته. ثم قال لي: يا جابر، هل تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أسيبا أم بكرا؟ قلت: بل سيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا؟ قال: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فتزوجت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال: قد أصبت إن شاء الله. قال: أما إنا لو جئنا إلى المدينة؟ قال: أخبرت امرأتي الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باع جمله للنبي. قال: سمعا وطاعة، يعني بع جملك لرسول الله. قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الجمل. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا جمل جابر. فقال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: تعال يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا قال: اذهب بجابر أعطه أوقية. فذهبت معه وأعطاني وأوفى وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمو هذا المال عندنا ونرى مكانه في بيتنا. أرأيتم إلى ملاطفته، إلى رقته، إلى رفقه بأصحابه، إلى تواضعه لهم. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أثنى الله عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، صحابي جليل هو عثمان بن مضعون، كان متبتلا غير مشفق على نفسه، حتى لقد هم ذات يوم أن يتخلص من نداء الغريزة كليا. وذات يوم دخلت زوجته على السيدة عائشة رضي الله عنها، فوجدتها عائشة رسة الهيئة مكتئبة المحية، فسألتها عن أمرها فقالت: إن زوجي عثمان صوام قوام، يعني كانت ذكية في تعبيرها، ليس له بي حاجة، صوام قوام، يعني يصوم النهار ويقوم الليل. فأخبرت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال هذه المرأة، امرأة عثمان بن مضعون. فالتقى النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان وقال: يا عثمان،
أما لك بي أسوة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وماذا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني أفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبوة عطرة نضرة كأنها عروس، واجتمع حولها النسوة التي كانت تجلس بينهن بالأمس رثة بائسة، وأخذن يتعجبن من فرط ما طرأ عليها من بهاء وزينة. قلنا لها: ما هذا يا زوج ابن مضعون؟ قالت وهي مغتبطة: أصابنا ما أصاب الناس. هكذا كانت رحمته، وهكذا كانت محبته، وهكذا كانت إنسانيته. إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتمل حال زوجة يؤرقها هجر زوجها لها، فذكر زوجها بما عليه من حق. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، فمن أقواله المؤكدة لهذه الحقيقة أنه كان يقول: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو إدخال سرور أو تيسير عسير، أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة. وإن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. ومن استعمل رجلا في جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنون. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. اخترت لكم رحمته ومحبته وبعض أخلاقه العلية وبعض أحاديثه الشريفة في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وماذا ينفعنا إحياء ذكرى مولده إن لم نتخلق بأخلاقه؟ ماذا ينفعنا إحياء ذكرى مولده إن لم تكن سنته مطبقة في بيوتنا وفي علاقاتنا وفي أفراحنا وفي أحزاننا وفي نشاطنا وفي سفرنا وفي حلنا؟ ماذا ينفع المسلمين اليوم وقد تفرقوا وتشرذموا وسرت بينهم العداوة والبغضاء؟ هكذا كان أصحاب النبي عليه صلوات الله. أيها الإخوة الكرام، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة، في تعليق على العلاقة مع الطرف الآخر أسوق هذه الكلمات التي أعددتها لكم. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف بين الناس وبين الأطراف وبين الشعوب وبين الحضارات
الاختلاف أمر بشري فطرنا عليه وقدر علينا نحن البشر، هذه حقيقة علينا أن نتعامل معها بتعقل وتبصر لنصل إلى أهدافنا كأمة مسلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن هذا الاختلاف بين الأمم، بين الحضارات، بين الأديان، نقره ولا ننكره، ولا يعفينا من تبيان حقيقة معتقدنا وسموه، ولا الدفاع عن معطياته الإلهية، ولا يعفينا من حوار محدد السبل والأهداف. فلعلنا بذلك ولو على الأقل نصل إلى نقطة اتفاق ولو نسبية تكون أساس علاقات إنسانية مثمرة. هذا الدين الإسلامي العظيم عالمي النزعة والهدف، وما أصابه من تشوه هو بفعل أيدينا إهمالا وتجاهلا ورفضا لذلك الآخر الذي بادر وبشغف وحتى قبل ظهور الأسباب الموجبة لرسم صورة مشوهة عن حقيقة دين إسلامي سام وإنسانية متميزة في تطلعاته وآفاقه المستقبلية. ضخم هذا الطرف الآخر نقاط ضعف قد تواجدت بفعل بعضنا غافلا عن زوايا رائعة لمن اتخذ الإسلام دستورا وفكرة. فعلى ذلك وقد أمسك بزمام الحياة المادية بمعظم أبعادها، إن ذلك كله لا يعني الخنوع والجري في سياق من يظن أنه متفوق لا لشيء إلا لأنه يملك أدوات مادية يحاول بها تحريك العالم مهملا بدوره حق الآخر في الاختلاف، فارضا فكره معلنا العولمة التي يرى أنها لن تكون مجدية إلا إذا اكتست بمفاهيمه، منكرا على الآخر تمسكه بخصائصه الذاتية سواء كانت دينية أو وطنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. كما أن اعترافنا بالتقصير النسبي تجاه الآخر لا يعني الإذلال والقبول بتطاول نفوس فطرت على الإساءة سواء لمن استذل لها أو ترفع عن مواجهتها. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نكون دقيقين جدا في تعاملنا مع الطرف الآخر. اعترافنا بهذا التقصير لا يعني ذلك أيضا أن غيرنا معفى من عنصرية مقيتة معترف بها من قبل أهلها ومحارب لأجلها، فرفضهم للآخر أشد ظلمة لرفض بعضنا بعضا. وإن كانت الأنظار قد غضت اليوم عن عنصرية أولئك، فالتضخيم كان من نصيب من ينتسبون لهذا الدين دون منازع. في الآونة الأخيرة وبأسى يتابع بعضنا ضعف بعضنا تجاه الآخر، ونحن في حقيقة الأمر لا نفهم مرد هذا الضعف وأساسه. هم يتباهون بالإعلان أن الآخر كامل بالجملة ونحن المتقهقرون بالجملة، والمضحك في هؤلاء أن الجهل ثم الجهل ثم الجهل وراء قناعاتهم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى عقل متفتح وفهم عميق وتمسك شديد وبصيرة نافذة وكلمة حكيمة في التعامل مع الطرف الآخر. لا ينفعنا الصراخ ولا ينفعنا العويل ولا ينفعنا الانزواء ولا التقوقع، لا بد من طريقة نعبر فيها عن هذا الدين العظيم وعن مبادئه السامية وعن أخلاق نبيه الرفيعة.